السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. شك في أمر زوجته فوضع كاميرا لمراقبتها، ولكن في النهاية اكتشف الكارثة. ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. تدور تلك القصة حول رجل يبلغ من العمر 40 عاما. كانت حياته الزوجية مليئة بالمشاكل والخلافات من زوجته. كان له ابنة واحدة من زوجته بعمر 10. مع استمرار الخلافات بين الرجل وزوجته، قرر الزوجين الانفصال في نهاية الأمر، خاصة وأن العلاقة بينهما قد انهارت بشكل كبير. فقام الزوج بتطليق زوجته في نهاية الأمر. مرت عامين على انفصال الرجل عن زوجته، وفي تلك الفترة كانت ابنته تعيش مع والدتها. وفي أحد الأيام طلبت طليقة الرجل منه أن يأخذ ابنته لتعيش معه، خاصة وأنها قد قررت الزواج من رجل آخر خلال أيام قادمة. أخذ الرجل ابنته للعيش معه في منزله، وكان يحبها بشدة ويشعر بالحزن لنشأتها وسط تلك الخلافات بين والديها. ومع مرور الأيام قرر الرجل الزواج من امرأة شابة. بالفعل ارتبط الرجل بامرأة أخرى وطلب منها أن تحسن معاملة ابنته وأن تعتبرها ابنتها وأن لا تفرق في معاملتها خلال قادم السنوات، وهو ما وافقت عليه زوجته. في أحد الأيام عاد الرجل من عمله وفوجئ بأن ابنته تبكي بشدة، وعندما سألها عن السبب في ذلك أخبرته بضرب زوجته لها في غيابه، الأمر الذي أغضبه بشدة، وتوجه إلى زوجته التي أخبرته بأنها فعلت ذلك بسبب سلوك ابنته السيء في معاملتها. لم يصدق الرجل زوجته وقرر أن يكتشف ما يحدث في منزله في غيابه، فقام بوضع كاميرا مراقبة في منزله دون أن تعلم زوجته عن ما قام بفعله. ومرت الأيام وعاد الرجل لمنزله ليجد أن ابنته تبكي بشدة. توجه الرجل بسرعة إلى غرفته وبدأ في مشاهدة تسجيلات ما قامت الكاميرات بتصويره. وعندما بدأ في ذلك اكتشف الكارثة، حيث رأى أن زوجته تقوم بضرب ابنته بشدة وتقوم بتعذيبها في غيابه. غضب الرجل بشدة وتوجه إلى زوجته التي أخبرها بما اكتشفه وأنها قد خالفت وعدها له، وطلب منها أن تغادر المنزل وأخبرها بأنه سيقوم بتطليقها خلال أيام بعدما قامت بفعله في ابنته من تعذيب وضع.